السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة أولى الترم التاني؟ إن شاء الله النهاردة محاضرة عن ال organic lecture 4 اللي احنا خدناها الأسبوع اللي فات تقريبا. ما علينا، دلوقتي قبل ما نبدأ حابة أقول دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين أن تجعل قلوبنا مليئة بذكرك وخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يرزقنا وإياكم الفهم بإذن الرحمن والتوفيق في كل شيء بإذن الله. طيب، في البداية حابة هنشرح إن شاء الله لكتشر فور معانا في الأورجانيك كلها بإذن الرحمن. اللي عايز حاجة يكتبها لي في الكومنتس، اللي محتاج سؤال يكتبه لي برضه، حاول بإذن الرحمن اللي أنا أجاوبها لكم. اللي محتاج مادة معينة أكمل فيها إن شاء الله بإذن الله يعني نشرحها بإذن الله يقولها لي. والله صلى عليك النبي عليه الصلاة والسلام. وتبعتوا الفيديو لكل صحابكم عشان الكل يستفيد، عشان الفيديو يوصل لك على طول يبان لك الاشعار بتاعه. لازم تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان ساعتها يبان لك اللي انا نزلت الفيديو، بحيث لو هو مش حد وبعته، يعني صاحبك مبعتلوش ليك او كده، انت لو عملت سبسكرايب للقناة الاشتراك من تحت وفعلت الجرس، ساعتها هيبان لك على طول الاشعار زي اللي انا جبته على طول، كأنه زي اشعار الفيسبوك وهكذا. تمام، ربنا يوفقنا يا رب. ماشي، في البداية بقى دلوقتي احنا عندنا اللي كنت شايفه بتتكلم على ايه. بتتكلم على حاجة اسمها الكايل بنزين. الكايل يعني مجموعة ار، وبنزين يعني حلقة بنزين. طب لما اقول الكايل بنزين كلها على بعضها كده، يبقى حلقه بنزين عليها مجموعه اخ اسمها الايه، الارين اسمها الايه، الارين. اوكي، طبعا في بدايه ايه كلاس احنا كنا بندرسها، في سواء كان في الترم الاولاني اللي احنا خدناها، سواء الكحول والالدهايد والكيتون والحاجات ديت. والترم التاني دي يعتبر بدايه اول كلاس تقريبا ناخدها، مش يعني خدنا البنزين اوكي، بس ما كناش عليه بتعمق زي هنتكلم دلوقتي ان شاء الله باذن الرحمن. فاحنا بدايه كل كلاس كنا بناخدها في الترم الاولاني، كنا بناخد ايه، بناخد النومنكلتشر التسميه، وناخد البريباريشن ازاي بنحضره، وناخد الرياكشن بتاعته ازاي بن ايه يتفاعل مع المركبات الاذر كومباوند. اوكي، طيب دلوقتي احنا هناخد النومنكلتشر في الارينز اللي هي الالكايل بنزين، وهناخد البريباريشن وهناخد الرياكشن. اوكي، طيب اول حاجه في النومنكلتشر عندنا بنسميه ازاي. احنا عندنا يا اما احنا عارفين اللي احنا عندنا طريقتين للتسميه بتاعه الكومباوندز، يا اما يبقى ايوباك يا اما يبقى كومباوند نيم. طيب اوكي، لو هي ايوباك، ايوباك بنسميها ازاي؟ قال لك لو هي ايوباك بنحط الالكايل جروب، مجموعه الالكايل، وبعدين نحط كلمه بنزين. يعني مثلا هي عباره عن حلقه بنزين ماسك فيها ايثان، ماشي، ماسك فيها ايثان، فهنقول ايه، ايثايل بنزين. طب ميثايل بنزين وهكذا. يبقى احنا بنكتب لو هي ايوباك، لو احنا اهو ايوباك بنسميها بطريقه الايوباك، هنعمل ايه، هنعتبر ان الالكايل دي هي السبستيتيونت، هو التفرع عندي. فانا عندي مثلا CH3، طيب اوكي CH3، يبقى ساعتها تبقى اسمها ايه، ميثايل، دي كده اسمها ميثايل، ودي اسمها حلقة بنزين، يبقى ميثايل بنزين. يبقى الايوباك بنحط السبستيتيونت اللي هو التفرع اللي عندي، نحطه مع الكايل. يبقى بص، الايوباك افتكره على طول الكايل بنزين، الكايل بنزين، الكايل دوت انت عارف اللي هو مثلا يكون بروبايل، بيوتايل، بنتايل، هيكساين، كل الحاجات ديت يبقى اعرفها. يبقى الكايل بنزين، يبقى الايوباك، يبقى احنا بص نكتبها في سلايد جديده اهو، في طريقه الايوباك لما نيجي نسميها هنقوم كاتبين الكايل زائد حاله الايه، البنزين. تمام، طيب وانا قلت لكم ازاي امثله بتاعتها. طيب اوكي، طيب ممكن نعملها ايه، ممكن نخلي بدل ما نعتبر اللي هنا ده البيرنت البنزين كده، احنا اعتبرناها البيرنت صح. طيب بدل ما نعتبر حلقه البنزين هي البيرنت، ودي نعتبر اللي هو السبستيتيونت التفرع اللي عندي، لا ممكن نعكس، نخلي ده البيرنت وده السبستيتيونت. اوكي، الالكاين نخليها هي البيرنت والبنزين هو السبستيتيونت. ساعتها احنا عارفين ان احنا حلقه البنزين لما تكون تفرع بيكون اسمها فينايل، يعني الشكل دوت كده اسمه فينايل، فينايل، نقول بقى فينايل ايثان، فينايل ميثان وهكذا. اوكي، طيب لو هجيب دلوقتي هديكوا مثال معايا اهو، كده 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 اهو، المركب ده اسمه ايه، شبه كان واحد لابس نظاره، ماشي، المركب ده شبه ايه، اسمه ايه. عندي دلوقتي المجموعه دي اسمها فينايل، ودي اسمها فينايل، وهنا حلقه كربونه، هنا مجموعه كربون. طيب يبقى المجموعه دي كده اسمها ايه، ميثان. عندي طريقتين انا عايز اعملها، اللي هو ده يكون هو ده البيرنت وده السبستيتيونت، يبقى ساعتها تبقى اسمها داي فينايل ايه، ميثان. خلاص، يبقى برضو
طريقة بالتسمية. الكومن نيم ده بقى اللي هو الاسم الشائع بتاعه، الاسم الشائع بتاعه يعني اسم الشهرة زي اسم الدلع وهكذا. طيب اوكي، ده بقى بيتحفظ، ده ما فيهاش جدال، ما تقدرش تعمل فيها فقاقة. ماشي، زي الشكل دوت اسمه تولوين، اللي هو التلوين. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا طريقة النومنكليتشر عندنا. وفي مركبات تانية مثلا زي ايه؟ مثلا عندي الكومن نيم مثلا زي الشكل ده، اوكي اهو مثلا، وهنا طالع كده، وهنا في دبل بوند، ده اسمه ستيرين، ستيرين. اوكي، اللي هو طب الاي باك بتاعه اسمه ايه؟ اسمه فينايل بنزين، عشان دي مجموعه فينايل معاها زائد ايه؟ بنزين. اوكي، كل الحاجات دي كده. طيب مركب تاني اهو، كل الكومون برضو. اوكي، ده كده اسمه ايه؟ كومين. اوكي، كومومين. اوكي، ده اللي هو اسمه ايزوبروبايل ايه؟ بنزين، وهكذا. تمام، فالكومن نيم دي حاجه حفظ، ما تقدرش تعمل فيها اي فقاقه. طيب احنا كده خلصنا النومن كريتشر كده، صح. تاني حاجه هنخش عليها البريباريشن، طريقه التحضير. قال لك البريباريشن بتاعه الارين، الارين اللي هي عباره عن مجموعه القايل عليها بنزين، عباره عن طريقتين، يا اما بي فريدل كرافت، ماشي، كرافت يا اما بي اللي هو ريجنت، اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه جورنال دي ايجنت، سوري بتاع الار سي غلط، جورنال دي ايجنت. اوكي، يبقى عندي طريقتين، يا اما فريدل كرافت يا اما جورنال دي ايجنت. فريدل كرافت عندي طريقتين، يا اما تبقى بالالكايليشن، الكايليشن، يا اما الاسايليشن. اوكي، فود الكرافت دي عادي. اوكي، يبقى دي الطريقه بتاعه البريباريشن، يبقى طريقه التحضير للالكايل بنزين مجموعه او زائد حلقه بنزين. عندي طريقتين، يا اما تبقى بالفود الكرافت، يا اما تبقى بالايه؟ بالجورنال دي ايجنت. والفود الكرافت يا اما يكون بالالكايليشن، يا اما يكون بالاسايليشن. احنا قبل كده اتكلمنا على الفود الكرافت بالالكايليشن والاسايليشن، مش هتاخد مننا وقت. طيب الفريدل كرافت بالالكايليشن، احنا عارفين كنا بنحط لويس اسيد ونحط الكايل هالايد وحلقه بنزين يكون لك المركب على طول اهو. يعني دلوقتي حلقه بنزين معاها اي الكايل، اي الكايل هالايد اهو، ار اكس، اي الكايل هالايد، يعني الار دي ممكن تكون 20 كربونه مش فارقه معانا. اوكي، وهنا حاطين لويس اسيد. اوكي، هيقوم مدينا على طول ايه؟ الالكايل الاريلين. اوكي، على حسب بقى النسبه، ويحصل اللي احنا عارفين في اللي عرفنا اتكلمنا عليها الليكتشر اللي فاتت، الفيديو اللي فات، اللي عايزها يروح يرجع لها هيلاقيها سهله جدا ان شاء الله، وشرحناها بطريقه كويسه. اللي هو الالكايليشن كنا احنا واخدين فيها شويه حاجات من الديفو بتاعتها، الحاجات الوحشه، انها كان بيحصل ليها بولايزيشن، يعني بتقفش، تحصل بولي الكايليشن، يحصل ليها كذا بولي الكايليشن، كان بيحصل ليها ارينجمنت، ما بقدرش احضر فيها النورمال، وهكذا. كل الحاجات دي احنا كنا واخدينها المره اللي فاتت. اوكي، طيب يبقى الطريقه ديت بتوضح لي ان انا اقدر اجيب الالكايليشن، بقدر اجيب السكندري والترشري، اما البرايم ما بقدرش اجيبه عشان بيحصل ليه ارينجمنت. اوكي، ما بتحصلش، ما بيجيبش 100%. طيب والكرافت الاسايليشن دي كده بالنسبه للالكايليشن. طب الاسايليشن، اسايليشن احنا فاكرينها اللي احنا كنا بناخد نحط مجموعة كده سي ال وهنا ار، ماشي، المجموعة ديت اللي هي مجموعة الاسايل، اللي هي بيكون بيكون شكل حلقة البنزين ازاي كده، وبعد كده بنعملها ريدكشن، ماشي اهي، وهنا ار. اوكي، والسي ال بتطلع مع الاتش اللي طلعت من هنا. اوكي، فاهمين ده شكلها النهائي، وبعد كده بنعمل ريدكشن فيطلع لك بقى النورمال. الاسايليشن احسن في الالكايليشن، ليه؟ ما بيحصلش ري ارينجمنت، ما بيكونش فيها ري ارينجمنت، ما بيحصلش بولي الكايليشن او بولي اسايليشن، ما بيحصلهاش كده، لا ده على طول ايه؟ يعني بتطلع الناتج على قد المطلوب، ما بتقعدش بقى تزود وتحرف وهكذا. اوكي، ده بالنسبه للفرق بينهم. طيب تاني طريقه اللي احنا قلنا احنا كده خلصنا اول طريقه، تاني طريقه عندنا اللي هي جورنال، جورنال دي ايجنتس. جورنال دي ايجنت فاكرينه اللي هو كان عباره عن مجموعه ار ام جي اكس، ده شكله، وكنا بنقسم دي نيجاتيف دي بوزيتيف، دي نيجاتيف سوري، مجموعه الار نيجاتيف والام جي بوزيتيف بالاكس. اوكي، دي كنا بناخدها ونقسمها اشارات. اوكي، طيب قال لك هنا هنعمل ايه؟ هنجيب حلقه بنزين عادي وموجود فيها البي ار برومو بنزين، اوكي، ونحط عليها ام جي اللي هو وايثر اللي احنا كنا بنحدها عشان نحضر جورنال دي ايجنت، هديك ام جي بي ار،
احنا كنا بنقول الام بيخش في النص بين المركب كده في النص زي الايه حاجز، يعني بتخش كده تتحشر تدخل مناخيرها في كل حاجه، فيكون الجورنال دي ايجنت. وبعد ما يكون الجورنال دي ايجنت بحط مجموعه الكايل هالايت. الالكايل هالايت يا ام شايل لي احنا عارفين هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، فالنيجاتيف هتيجي مع البوزيتيف، يعني البوزيتيف هتيجي مع النيجاتيف والنيجاتيف هتيجي مع البوزيتيف، هيحصل سبستيتيوشن يعني اوكي. وفي الاخر هيديني مجموعه هنا الايه الار، وكل ده هيطلع مع الاكس اوكي. ده ساعتها هيكون لي اللي هو الكايل اللي هي الارين اوكي الارين. طيب اوكي قال لك بدل ما تعمل كده انت بدل ما تعمل كده دي كده بالنسبه للجورنال دي ايجنت كده احنا خلصنا الميكانيزم بتاعها. طيب قال لنا في حاجه اللي هو بنقوم حاطين ايه سلفونيشن، يعني ايه؟ يعني دلوقتي اهوت انا كونت الجورنال دي ايجنت بتاعي عادي، اول حاجه كان معايا جروب فيها مجموعه بنزين فيها مثلا برومو كلورو وفلورو ايا كان الحاجات ديت ماشي سي ال، وبعد كده ضفت لها ام جي في النص، انا هعملها بلون مختلف، ام جي في النص هنا جت اتزنقت في النص اللي هو جورنال دي ايجنت، كده انا كونت الجورنال دي ايجنت صح؟ خلي بالكوا الجي ديت سايلنت اوكي جورنال تو ايجنت اوكي. طيب بعد كده ايه هقوم جايه بدل ما احط لها، مش احنا كنا بنقوم هنا في الخطوه دي بنحط ار اكس الكايل هالايد؟ لا انا مش هحط الكايل هالايد خالص، انا دلوقتي هحط حاجه تانية، هحط الايه سلفونيشن. يعني ايه؟ يعني هحط سي اتش 3 مثلا 2 اس او 4 وهنا ايه اعمل هيدروليسيس. طب ليه؟ علشان الالكايل سلفيت او السلفونيت بيكون ليها جود ليفنج جروب اكتر، يعني هي جود ليفنج جروب زغزغزان اكتر من الايه من الالكايل هالايد، يعني بتمشي اكتر واسرع من الالكايل ايه هالايد اوكي. يبقى ساعتها يقوم مكون لي المركب ده، يعني معناه اللي هي اسرع هنا مثلا سي اتش ايه 3 سي اتش 3 اللي هو اللي متدخله لي هنا اوكي، يبقى ليها جود ليفنج ايه جروب اوكي اوكي. يبقى تاني نقول تاني، دلوقتي احنا قلنا ايه اللي احنا التفاعل ده سهل ما فيهوش حاجه، اللي احنا هنحط جينر ايجنت ونحط بعد كده نكون اول حاجه نكون جينر ايجنت واحنا عرفنا ازاي، وبعد كده احنا ممكن نعمله بالاما سلفونيشن يا اما نعمله نحط الالكايل هالايد هنا. طيب انهي الافضل ده ولا ده؟ لا قال لك اللي فيها اس او 4 اللي هي السلفونيت بتبقى اكتر واسرع وافضل تمام. كده احنا خلصنا البريباريشن، يبقى احنا خلصنا اول حاجه النومنكلتشر، خلصنا البريباريشن، تالت حاجه فاضل لنا الرياكشن اوكي. الرياكشن دي بقى عندنا قال لنا بتتفاعل عن طريق حاجتين، بصوا صلوا على النبي، قال لنا الرياكشن للايه للارين اوكي. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاه والسلام. قال لنا ايه اهي مش احنا دي شكل الارين اوكي. طيب قال لي مش هنا ممكن دلوقتي حاجه تيجي تتفاعل مع حلقه البنزين بس وحاجه تيجي تتفاعل مع الار بس؟ قلت له اوكي كده خلاص ما فيش حاجه تانية تتفاعل، يبقى انا عندي تو رياكشن، يبقى انا عندي رياكشن بيحصل للاروماتيك رينج، رينج اللي هي حلقه البنزين، يا اما بنزويك ليك كربون، بنزويك كربون اللي هي الكربونه اللي ماسكه في حلقه البنزين هي اسمها كده بنزويك كربون اوكي، بنزليك كربون اوكي. دلوقتي هنخش دلوقتي على التفاصيل. ايه اول حاجه هنتكلم عليها؟ هنتكلم على الرياكشن اللي بتحصل لمجموعه البنزويك كربون اوكي. طب في حاجه احنا نسيناها قبل ما نخش على الرياكشن، انا اسفه جدا، اللي هي الفيزيكال بروبرتيز. الفيزيكال اوكي بروبرتيز، فيزيكال بروبرتيز عبيطه قوي، هو ده حاجه اروماتيك حاجه اورجانيك، احنا عارفين اي حاجه اورجانيك بتبقى نون بولر نوت ديزولف ان ووتر ما بتدوبش في الميه، بيكون ليس دينستي هو بس اكتر دينستي، والبنزين ما بتستخدمش كزولفنت، ما بنستخدموش كمذيب كزولفنت اوكي. ليه؟ علشان هو في حاجات بيكون لي سرطان، فعلشان كده بنستخدم التولوين، بنستخدم الديريفيتيف بتاعته النيتروتولوين النيتروبنزين وهكذا الديريفيتيف ماشي اللي هو الالكايل بنزين وهكذا اللي هي الارين. ليه؟ علشان التولوين مثلا لو احنا خدناه از اكزامبل بيبقى مور سيف اكتر من البنزين، عشان البنزين بيعمل لك حاجات كانسر وكمان بيبقى ليس اكسبنسيف اوكي. كده احنا خلصنا بالنسبه للفيزيكال بروبرتيز، عبيطه قوي ماشي. احنا كنا بنقول ايه من شويه؟ كنا بنقول الرياكشن بتاع الالكايل بنزين بيحصل عن طريق ايه؟ يا اما مجموعه الالكايل يا اما مجموعه البنزين. مجموعه الالكايل احنا اسمها سمينا الكربونه اللي ماسكه في البنزين اسمها بنزيليك كربون، والاروماتيك ايه الاروماتيك رينج. طيب قال لنا التفاعل اللي بيحصل في الاروماتيك رينج بيبقى سبستيتيوشن الكتروفيليك، الكتروفيليك سبستيتيوشن يعني بيحصل تبادل، احنا عارفين ما احنا خدنا التفاعلات قبل كده بتاعت البنزينه هي
التفاعل بتاعت البنزينه وبيحصل سبستيتيوشن لواحده من الاتش اللي موجوده هنا ودخل مكانها مجموعه وهكذا. طيب وقال لنا التفاعلات اللي بتكون على البنزويك كربون بتبقى اليليك وبيحصل لها ايه بقى، يحصل لها كذا تفاعل، وبتكون هي ليه بيحصل لها على الكربونه ديت بالذات اللي جنب البنزويك، عشان بيكون هي ستابلايزيشن باي ريزونانس، بتكون ثابته بالريزونانس. اول تفاعلات هنتكلم عنها وحابين نتكلم عنها اللي هي البنزويك كربون، اللي هي الكربون الماسكه في حلقه البنزين. طب ليه؟ لان البنزويك احنا قلنا ليه بيحصل ليها هي وبيحصلش التانية، عشان بيكون هي ستابلايزيشن باي ريزونانس، بيكون ميها ايه ستابلايزيشن باي ريزونانس. اوكي طيب انا دلوقتي جيت رسمت لكم كده. دي اسمها بنزويك كربون، طب ودي اكيد بنزويك هيدروجين، هي بسيطه يعني الهيدروجين اول هيدروجينه ماسكه في حلقه البنزين، اول كربونه ماسكه في حلقه الايه البنزين. اوكي ودي بقى بيدخل في التفاعلات بتاعتها، يعني اشيل ممكن الاتش ديت اللي هي البنزويك هيدروجين اشيلها احطها ازودها افعلها وهكذا. طيب انا عندي ثلاث تفاعلات لحلقه البنزويك، قصدي البنزويك كربون، الكربونه اللي ماسكه هنا ثلاث تفاعلات بالظبط. اول تفاعل يا اما يكون اوكسيديشن، اتنين ريدكشن، طبعا اوكسيديشن اخو ريدكشن، اتنين عكس بعض بس اخوات متضادين مثلا. اوكي تالت حاجه الهالوجينيشن. اوكي يبقى الهالوجينيشن يعني اضافه الهالوجين اللي هي اكس 2، اوكي بالاضافه الهيدروجين الهالوجين اللي هو الاتش الاكس 2 سي ال 2 بي ار 2 هكذا. طيب دلوقتي هنبدا باول حاجه عندنا، اول حاجه هنبدا باول حاجه عندنا اللي هي مين، الاوكسيديشن. الاكسديشن احنا عارفين الحاجات الاكسديشن ريجنت اللي هو الاكسدايزنج ايجنت اللي هو الحاجات اللي نحطها على السم عشان يحصل لي اكسديشن، هناخد ال Na2Cr2O7. اوكي Na2 ممكن نسميها ناكرو. اوكي ناكرو، اوكي ناكرو يعني انت بتنكر حاجه. اوكي يبقى Na2Cr2O7 في وجود الكونك سلفوريك اسيد. اوكي ده كده واحد، ده اول حاجه عندي في الاكسديشن. وتاني واحد عندنا اللي هو طبعا كلنا عارفينه KMnO4، ده صديقنا الصدوق في وجود الكحول. اوكي اوكي يبقى دي عندي حاجتين، يا اما Na2Cr2O7 في وجود كونك سلفوريك اسيد، يا اما KMnO4 اللي هو البوتاسيوم برمنجنات تقريبا في وجود الكحول. اوكي طيب ده او ده موجودين يبقى على طول هيحصل لي اكسديشن. اكسديشن يعني ايه؟ احنا دلوقتي قلنا هنعمل اكسديشن لمجموعه الارايل الالكايل الموجوده هنا، يعني مثلا CH2CH3 وهكذا. بس قال لي في شرط مهم جدا، ركزوا معايا العلامه دي يعني مهمه جدا. اوكي لازم يكون هنا موجوده فيها هيدروجين، لو مفيش هيدروجين يبقى مفيش رياكشن، مفيش هيدروجين مفيش رياكشن. يعني لو كان كاتب لك حلقه بنزين كده وقام عامل لك مثلا سوري من غير هنا سي، هنا كده CH3 ماسكه في CH3 في CH3 وحاطط لك الريجنت، ماشي هنا CH3. طيب وحاطط لك الريجنت اللي هي الحاجات الموجوده اللي انا قلت لكم عليها Na2Cr2O7 في وجود كونسلفوريك اسيد او KMnO4 في وجود الكحول، ساعتها قوم كاتب لي انت على طول واحد مخه ذكي وهيحصل لي اوكسيديشن، ويقوم كاتب لك على طول الريزلت، ساعتها هياخد صفر، فساعتها يبقى نو رياكشن. ركزوا الله يكرمكم، نو رياكشن ليه؟ علشان هنا مفيش هيدروجينه في السي ديت، مش ماسكه فيها هيدروجين، يبقى لازم يكون فيه، لازم ماست بي اكزيست اوف بنزويك هيدروجين، لازم يكون فيه بنزويك هيدروجين اللي هي الهيدروجينه او الهيدروجينه ماسكه في البنزين. اوكي ماسكه في الكربون ماسكه في البنزين. طيب اوكي دلوقتي لما احنا نعمل الحاجات ديت ونحط على السهم الحاجات المركبات اللي احنا قلنا عليها، كل المركب ده هيتحول لحاجه اسمها كربوكسيليك اسيد، فهتبقى سي او او اتش. طب واحد يجي يقول لي ما احنا عندنا اتنين كربونه، هقول له هيتحول لسي او اتش. واحد هيقول لي عندي ثلاثه، هقول له هتحول لسي او اتش. وناتج ثانوي عندنا سي او 2، يعني الواحد هيجي يقول لي طب ماشي الكربونه الثانيه راحت فين، هقول له طلعت في هيئه كربون دايكسيد جاز، يبقى سي او 2. اوكي يبقى دي الحاجات المهمه عندي في الاكسديشن. يبقى الاكسديشن بنحط الريجنت الحاجات ديت، يوم ساعتها يقوم مطلع لي لازم يطلع لي سي او او اتش في ماسكه في حلقه البنزين، يعني هيطلع لي بنزويك اسيد. اوكي وبعد كده سي او 2 ده هيطلع كناتج ثانوي. اي مركبات عندنا، اي مركبات عندنا ما عدا مين؟ ما عدا لما يكون في حلقه كربونه ما فيش ماسكه فيها هيدروجين، ساعتها مش هيحصل لي اكسديشن وساعتها هيبقى نو رياكشن. خلاص خلاص كده احنا خلصنا الاكسديشن، خلصنا الاكسديشن. واحد يقول لي لما ماشي هنا كان في مجموعه ار ثاني، هقول له هيتحول لسي او او اتش، يبقى كله هيتحول لسي او اتش. اوكي طيب دلوقتي هنخش على ثاني حاجه عندنا اللي هي مين؟ الريدكشن. احنا عارفين طبعا عمليه الريدكشن،
عمليه الريدكشن بيحصل لك ايه؟ طب قبل ما نخش في الريدكشن قال لك الامبورتنت الاهميه بتاعه الاكسديشن ايه. اول حاجه انت بتطلع، مش احنا بنقول هيطلع لك بنزويك اسيد، فانت هيطلع لك كربوكسيليك اسيد موجوده، انت كده كونتها اوكي. وسهل ان انت تتعرف على مجموعه البنزين عن طريق بقى الاوس والباره، الوضع بتاع الاوس والباره والميتا، تمام تمام والميلتنج عن طريق ايه؟ الميلتنج بوينت. طيب الريدكشن، الريدكشن سهل جدا، قال لنا احنا هنحط الريدكشن ريجنت اللي هي زي ايه، عندنا ريدكشن ريجنت يا اما اتش 2 في وجود النيكل كاتاليست، يعني دي احنا عارفينها من زمان جدا وعارفين ان ديت اكتر ريجنت ريدكشن قوي جدا، فعشان كده حتى كمان هيختزل لي حلقه البنزين، مش هنا في دبل بوند هيقوم يختزلها لي ويتحولها لي الهكسان، سايكلو هكسان اوكي، من غير سوري من غير الدوريه اللي جوه دوت، هيبقى سايكلو هكسان. يبقى ساعتها دي احنا عارفينها كويس جدا من زمان. طيب وقال لنا في مركب تاني عندنا اللي هو ان اي في وجود ليكويد ان اتش 3 اللي هي الامونيا، وفي وجود C2H5OH اللي هو الإيثانول اللي هو الكحول الإيثانول، ده ساعتها برضو بيطلع لي، بس هنا ما بيحصلش ريدكشن للحلقة البنزين، بيحصل لي ريدكشن بس للإيه ليه اللهم صل عليك نهدى صدى سلام لوحدة بس من البرينج، يعني سبستيتيوشن واحدة بس، واحدة دبل بوند مش التلاتة دبل بوند، تمام. يبقى الريدكشن مفهوش كلام كتير، بيقولك اللي هو اسمه كاتاليس كاتاليتيك ريدكشن، وده احنا قلناه عن طيب نحط ال H2 في وجود النيكل بيتحول لي كله ل سايكل هيك. حتة الصوديوم في وجود الليكويد أمونيا، أمونيا تقريبا أمونيا في وجود الإيثانول، دي متهيألي احنا الدكتور مشرحهاش، دي حاجة زيادة أنا يعني من الترم الأولاني ففكك منها. المهم اللي احنا عندنا بنحط ال H2 في وجود النيكل بيتحول لي كله، كل المركب بيحصل له ريدكشن فيتحول لي لسنجل بوند بس اللي هي عبارة عن ألكان، كأنه ألكان فاهمين اللي هي سيجما. دلوقتي بعد ما خلصنا التفاعلات اللي بتحصل على البنزويك كربون والبنزويك هيدروجين، احنا قلنا تعرفوا علين اوكسيديشن وريدكشن. الاوكسيديشن انا بجمع لكم الحاجات عشان تعرفوا، واحد يجمع معايا عشان ما تتوهوش مني باذن الرحمن. الاوكسيديشن احنا عندنا تو ريجنت بنحطهم، ساعتها يحصل لي اوكسيديشن، بيحصل لي اوكسيديشن لازم يكون موجوده فيه هيدروجين ماسكه في الكربونه اللي ماسكه في البنزينه اللي حلقه البنزين، فساعتها تقوم تحولها لي لايه، تحولها لي الكربوكسيليك اسيد سي او او اتش بس. دي كل الحاجات المهمه في الاوكسيديشن، وكمان احنا قلنا الريجنت بتاعتها، و اللهم صل عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فاضل لنا كده ريدكشن خلاص احنا قلناه بكل ما فيه بكل سلطاته بكل ما بغى غنوبه. تاني حاجه هناخدها الرياكشن اللي بتحصل على البنزين رينج اوكي، حلقه البنزين البنزين رينج اوكي، حلقه البنزين اللي عندي احنا قلنا هي بتحصل لها ايه، الكتروفيليك سبستيتيوشن، الكتروفيليك سبستيتيوشن، الكتروفيليك سبستيتيوشن سهله جدا زي ما احنا كنا واخدينها، اللي كان ذاكر الليكتشر اللي فاتت هيلاقيها سهله باذن الرحمن ان شاء الله، ونستعين بالله وكل حاجه باذن الرحمن هتكون سهله اوكي. هنا الفرق بس من اللي فاتت ولدلوقتي، اللي فاتت اللي احنا كنا واخدينها كان حلقه بنزين كده، ونقول لك مثلا هحط كونك ماشي نيتريك اسيد، كونك نيتريك اسيد مع كونك سلفوريك اسيد، فساعتها هيقول لي ايه، هيحصل نيتريشن فتحط الاوس وباره اوس وباره وهكذا. الفرق دلوقتي اللي انت عندك دلوقتي دايركتنج جروب، عندك مجموعه دايركتنج، يعني مثلا هنا عندك سي اتش 3 سي اتش 3 عندك مجموعه ار، عندك اي مجموعه عندك موجوده هنا موجوده في وضع، فساعتها دي بقى تعمل دايركتنج لاوس ولا الباره ولا الميتا عن طريق اللي احنا قلناها برده الليكتشر اللي فاتت، اللي هي عباره عن دي اكتيفيشن جروب او اكتيفيشن جروب اللي احنا كنا برده قايلينها، اللي عايز يفتكر يرجع للي فات. خلي بالك حاسه ان الجزء دوت في السمستر بتاع الاورجانيك مرتبط باللي قبليه، فلازم تذاكروا اللي قبليه عشان تعرفوا تفهموا اللي جاي، فاللي مش هيفهم الليكتشر ديت من غير ما يسمع اللي فاتت مش هيعرف يفهم مني حاجه دلوقتي الا اذا هو كان مذاكرها مع نفسه، تمام. طيب اوكي، دلوقتي احنا قلنا بقى الرياكشن اللي هتحصل على حلقه البنزين، عندي حلقه البنزين اهو، احنا جبنا دلوقتي التولوين هنا في سي اتش 3 ده شكل التولوين، وقمنا حطينا كونك سلفوريك اسيد ويكونك نيتريك اسيد زي ما احنا كنا واخدين المره اللي فاتت اوكي. ايه اللي هيحصل؟ طب دي السي اتش 3 واحد يجي يفتكر دي يا ربي اكتيفيشن جروب ولا دي اكتيفيشن جروب، هقول هنفتكر مع بعض هنلاقيها هي اكتيفيشن جروب. طب الاكتيفيشن جروب اللهم صل عليك يا نبي عليه الصلاه والسلام كانت بتعمل دايركتد لايه؟ بتعمل لدايركتد اوسو بارا دايركشن، هقول له برافو عليك ممتاز. طيب اوسو بارا دايركشن يبقى على طول من غير ما افكر هتخش هنا، طب فين الاوسو بارا دايركشن؟ ده اوسو اوسو بارا، فساعتها هيجي واحده هنا هنحط ان او 2 ان او 2 ان او 2، طبعا دي نهايه التفاعل النهايه خالص فاهمين، انت تمشوا على خطوات تمام. ده بقى اسمه ايه، تي ان تي، واحد يجي يسالني يقول لي يعني ايه تي ان تي، يعني تراي نايترو تولوين، تراي نايترو تولوين، تراي 3 نايترو مجموعه نايترو تولوين اللي هو شكل التولوين ده
تمام، ان شاء الله ما يكونش فيه حاجه صعبه وفاهمين كل حاجه باذن الرحمن. يبقى احنا دلوقتي السي اتش 3 ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ويك اكتيفيشن جروب. بتعمل ايه؟ دايركت تو او سوبر فات ومكوله لي الترايترون تراي نيتروتالون. طيب اوكي، دلوقتي انا كونتها خلاص عن طريق ستيبس وهكذا. طب افرض انا عايز اجيب، يجي يقول لك مثلا هاو تو بي كونفرتد فروم بنزين رينج تو ترايتالون تراي نيتروتالون. واحده يقول لي عبيطه قوي، انت دلوقتي عندك التولون اهيت وكملت عادي. طيب قبل التولون هو عايز يحول من بنزين، يبقى ازاي هحول من بنزين لتولون؟ اكيد هحط لويس اسيد، هعمل لها الكايليشن. لويس اسيد بتاعتي العاديه في وجود الكايل هالايد ار اكس. طب الكايل هالايد هل مجموعه الار هتبقى مثلا إيه؟ مثلا تبقى ايسايل؟ لا، لازم تبقى ميثان. يبقى سي ميثايل، ميثايل سي اتش 3 سي ال وهكذا عشان نحط سي اتش 3 بس. اوكي، وهكذا بقى نفضل نكمل ويكون كده اتكونت عندنا. طيب واحد يجي يقول لي طيب دلوقتي هو عايز يحول من التي ان تي بتاعي يحوله لي، يشيل السي اتش 3 ديت، عايز يشيل مجموعه السي اتش 3 دي خالص ويخليها لي تراي نيترو بنزين. تراي نيترو بنزين يعني يشيل التولوين ويخليها تبقى ايه؟ بنزين. واحد هيقول لي دي صعبه قوي، ازاي هعملها؟ اقول له فكر بالراحه وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وان شاء الله كل حاجه هتتحل. دلوقتي الفرق بين التراي نيترو بنزين والتراي نيترو تولوين مجموعه السي اتش 3 مجموعه الالكايل هالايد. طب انا دلوقتي عايز اخلص من مجموعه الالكايل هالايد. هخلص منها ازاي؟ هخلص منها عن طريق ان انا اعمل اوكسيديشن. اول حاجه هعمل اوكسيديشن بالريجنت اللي احنا قلنا عليه، ماشي اوكي. يعني بعد ما عملت اوكسيديشن مكان الالكايل هالايد دي هيكون لي اللي هو كربوكسيليك اسيد سي او او اتش. يبقى انا دلوقتي معايا كربوكسيليك اسيد معايا 3 نيترو 3 نيترو اللي هو ان او 2. طيب 3 مجموعات منها في او سوبر. طيب واحد يقول لي طب انا كده ما وصلتش للبنزين، هقول له طب ماشي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت لو شلت دلوقتي سي او او اتش عن طريق اللي انت تسخن يبقى انت كده شلت سي او او سي كربون دايوكسيد جاز، فساعتها تكون لك البنزين. يبقى تكون لك تراي نيترو بنزين. فهمتوا الفرق؟ يبقى تاني، يبقى تاني. دلوقتي هرسم لكم الخريطه وهوريها لكم. بصوا ركزوا معايا هنا كده بالراحه ان شاء الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان ربنا يرزقنا الفهم. طيب اول حاجه انا بادئه بايه؟ بادئه حلقه بنزين. ده بنزين عندي انا عايز احوله لايه؟ عايز احوله لتراي نيترو بنزين. اوكي، يبقى حلقه بنزين عايز احوله لتراي نيترو بنزين. احوله ازاي؟ يبقى انا عايز دلوقتي احول من تراي من حلقه بنزين لتراي لتراي نيترو بنزين. احوله ازاي؟ قال لك اول حاجه ضايف الالكايل هالايد في وجود لويس اسيد اهي، دي كده ستيب 1. هيكون لك ايه؟ هيكون لك تولوين. بعد ما يكون لك تولوين هتعمل نيتريشن. نيتريشن كنا بنعمله ازاي؟ كنا نحط كونك سلفوريك اسيد في كونك نيتريك اسيد فيكون لك اللي هو تي ان تي تراي نيترو تولوين. بعد كده تعمل اوكسيديشن مجموعه الار اللي موجوده هنا اللي هي سي اتش 3 هيكون لك كربوكسيليك اسيد اللي هي سي او او اتش. ساعتها هيكون لك المركب دوت لما تعمل تسخين وتشيل سي او 2 هيقوم كون لك التراي نيترو بنزين. اهي دي كل الخلاصه بكل ما فيها. خلاص الموضوع مش صعب ان شاء الله باذن الرحمن، بس محتاج شويه تركيز كده وتعملها ترسمها مع نفسك كده. احنا خلصنا النيتريشن بكل ما فيها، بكل ما كل حاجه فيها. طيب تاني حاجه هنتكلم عندها السلفونيشن. يبقى سلفونيشن برضو زي هي الفرق ما بين التفاعلات اللي على حلقه البنزين واللي احنا خدناها في الليكتشر اللي فاتت. اللي احنا كنا هنا في مجموعه مع البنزين مجموعه ار بس، ده كل الفرق. ولكن هيحصل نيتريشن، هيحصل سلفونيشن، هيحصل هالوجينيشن، كل الحاجات هتحصل التفاعلات اللي فاتت عادي بالظبط، هنمشي بنفس الترتيب بنفس الميكانيزم بنفس الخطوات بنفس كل حاجه. ولكن فرق المجموعه ديت هناخد بس بالنا شويه حاجات ليها. طيب السلفونيشن اهي مجموعه اهي حلقه بنزين وماسكه في ار او حاطه ايه كونك سلفوريك اسيد، فاكرين او فيوم من كونك سلفوريك اسيد. اوكي، بعد ما احط كونك سلفوريك اسيد هيحصل ايه؟ احنا عارفين مجموعه الار دي يا اما تعمل دايركتد لاورسو يا اما تعمل دايركتد لبارا. طيب ماشي، هندخل هنا مجموعه السلفونيك ماشي سلفيت. ليه؟ علشان مجموعه السلفيت لما تكون موجوده هنا اللهم صل عليك بتصوت السلام، تبعد عن الزحمه، لازم تبعد عن الزحمه، ما يكونش في زحمه، هتخش للبارا علشان مش الاورسو، تبعد عن الزحمه الموجوده في الاورسو عشان فيها مجموعه الكايل جروب. طيب هي عايزه تكون مستقله عن ايه؟ عن ذاتها. وبعد كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انت كده كونت المركب بتاعك، كده عملت سلفونيشن. ممكن بقى السلفونيشن ده تعمل بيه 100,000 حاجه. واحد يقول لي لا انا هضيف مثلا سي ال 2. طيب اوكي سي ال 2 احنا عارفين ان دي دايركتد تو ايه؟ بتعمل دايركشن لايه؟ لاوسو بارا. طيب والسلفونيشن مجموعه السلفونيشن
يبقى تاني، يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يبقى احنا دلوقتي هنعمل سلفونيشن. السلفونيشن دلوقتي يبقى اللهم صل عليك بتصل السماء، تخش في موقع بارة. بعد كده هنيجي نعمل كلوريشن. كلوريشن يعني اضافة الكلور، هنلاقيها دخلت في الفائض في الاورسو، بس ليه ما دخلتش في بارة؟ علشان احنا عارفين وضع بارة ما زحمة، ما ينفعش هقوم جاية هحط هنا سي ال معاها، ما ينفعش، فهتقوم هي داخلة في وضع بارة بس، اوكي، مش قصدي وضع اورسو بس، وضع اورسو بس مجموع بالنسبة لمجموعات الالكايل، مش هتخش في وضع بارة، عشان هنا في احنا عملناها كأنها بالظبط حجزت اوضة، في حجزت مكان. بعد ما اعملها كده هيكون لي حلقه البنزين اهو، ار، وهنا سي ال، وهنا مجموعه الاس او 3 اتش. طيب انا عايز اخلص من المجموعه ديت، انا عايز بس مركب كده، انا عايز مركب حلقه بنزين وعباره عن مجموعه الكايل وعباره عن كربون كلور بس، مش عايزه سي او او سي الاس او 3 اتش. اوكي، بعد كده اقوم حاطه ايه على السهم؟ نحط داليوت اتش سي ال عشان اخلص من المجموعه ديت، وساعتها اكون لي اوسو كلورو تولوين. اوسو كلورو تولوين الكلام ده لو انا عايز اكون اوسو كلورو تولوين، ومش عايز اكون السلفونيشن، وهكذا. يعني المركب اللي انا كونته في النص ده، ده انترميديت، ده مركب وسطي بقدر اكون منه مركبات تانية. كده احنا خلصنا السلفونيشن. ناخد دلوقتي حاجه اسمها الهالوجينيشن، تالت تفاعل عندنا، ماشي. الهالوجينيشن يعني اضافه هالوجين بلس اكس 2، اوكي، اضافه ايه؟ هالوجين. يبقى قال لك دلوقتي احنا هنضيف هالوجين، اوكي. قال لي عندنا الهالوجين بقى جه عمل لنا معضله، عمل لنا مشكله. ليه؟ يا اما هقوم عامله هالوجين للرينج، هالوجين رينج عادي، فساعتها يبقى اس اي اللي هو الكتروفيليك سبستيتيوشن عادي التفاعل بتاعي، يا اما هيكون اضافه هالوجين للبنزويك بنزيليك هالوجين، اوكي، وده ساعتها يبقى فري راديكال ايه؟ سبستيتيوشن، فري راديكال سبستيتيوشن. طيب يبقى تاني، دلوقتي مش فاهمين حاجه مني، هقول لكم تاني. انا دلوقتي عندي حلقه بنزين اهيت، اوكي، وماسكه في سي اتش اللهم صل عليك انت صوت سي اتش 2 مثلا، سي اتش 3، اوكي. ودلوقتي انا جبت مثلا، ضفت كلور، ضفت مجموعه كلور. قال لي الكلور دي عندها تو اوبشن على حسب الموجود على السهم هنا، يا اما هتقوم مره تخش لي هنا يحصل سبستيتيوشن مثلا هنا 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 لقصه بره بوزيشن يعني، يا اما الكلور دي هتعمل لي سبستيتيوشن لواحده من الهيدروجين الموجوده مع البنزويك اسيد، البنزويك بنزويك كربون، اوكي، مع الهيدروجين اللي موجوده مع البنزويك كربون. طيب اوكي، ده حسب ايه بقى؟ وايه واحد يجي يسالني على حسب ايه؟ على حسب الموجود على السهم. اي لو موجود على السهم عندك حاجتين، يا اما يكون موجود على السهم، احنا طبعا فاكرين الفري راديكال سبستيتيوشن، فري راديكال سبستيتيوشن كان بيكون مثلا موجود بي ار 2 سي ال 2 اي حاجه يعني هالوجين، ماشي، في موجود بروكسايد البيروكسايد، اوكي، في وجود حراره، فساعتها هيكون في راديكال سبستيتيوشن للبنزويك هيدروجين. طيب لو هو مفيش الحاجات ديت، مش في حراره ولا في اي حاجه، في لويس اسيد عادي، فساعتها هتبقى سبستيتيوشن الكتروفيليك عادي على حلقه البنزين. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ يبقى تاني، لو انا عندي دلوقتي تولوين وعايزه اضيف كلور او بروم او هالوجين، اي هالوجين عندي دلوقتي، عندي تو اوبشن، هشوف اللي على السهم، لقيت في بروكسايد بيروكسايد اللي هو عباره عن اتش 2 او 2 وحراره، ماشي، يبقى ساعتها هقوم عامله ايه؟ هعمل سبستيتيوشن للكربونه للهيدروجين الماسكه في الكربونه الماسكه في حلقه البنزين. طب ما لقيتش كده ولقيت لويس اسيد، هقوم عامله سبستيتيوشن للهيدروجين الماسكه في حلقه البنزين على طول. تمام، اتمنى تكونوا فاهمين. هقعد دلوقتي اجيب لكم مثال. طيب يبقى تاني الحاجات الموجوده هيت H2O2 الترا فويلت سان لايت ايه كمان، كل الحاجات ديت دي هتكون موجوده. يبقى انا دلوقتي اهو جبت حلقة بنزينة، ماشي، ماسكة في سي اتش 2 سي اتش 3، وقمت جيت هنا كتبت سهمين، قمت كتبت لك هنا سي 2 اتش اللي هو بيروكسيد يعني في وجود حرارة، ماشي، وكتبت لك مثلا سي ال 2، كتبت لك هنا سي ال 2 في وجود الاي ال سي ال 2 سي ال 3، ده كده اللي لويس ايه؟ اسيد، واحنا عارفين ده لويس اسيد. قال لي هيطلع لي 2 اوبشن هنا، هيحصل لي ده في radical substitution، يبقى هنا C، اوكي، اللي وصل عليك ده صوت السليم اهو، C H C H 3 C L، وهنا هيحصل لي كده C H 2 C H 3 زي ما هي، هنا C L او هنا C L، او خلي بالكوا اور، اوكي، يعني اما يكون هنا C L ماسكه هنا او ماسكه هنا. طيب واحد يجي يقول لي ليه هنا في فري راديكال سبستيتيوشن يحصل هنا سبستيتيوشن للكربون الماسكه في البنزين، مش ماسكه، مش هنا يعني ماسكه هنا
ومش ماسكه هنا. ليه؟ هقول له عشان اي حاجه ديو تو ريزونانس، افتكوها بديو تو ريزونانس. اوكي، عشان هيحصل بقى فري راديكال سبستيتيوشن، وتمشي 3 خطوات، الانيشال والبروباجيشن والترمينيشن ستيب. مش عايزه ادخلكم كلام كتير عشان ايه ما نتوهش من بعض. طيب يبقى احنا دلوقتي خلصنا كل الارين بكل ما فيها، بكل ما فيها، بكل الحاجات الصعبه والسهله. يبقى دلوقتي حابه اعمل لكم سيماري بسيط عشان تلموا معايا الدنيا فيه. يبقى السمري ده سهل جدا ان شاء الله تعرفوا تلموا بيه كل حاجه. دلوقتي الرياكشن بتاعه الكايل بنزين اللي هي الارين، عندي حاجتين، يا اما يحصل رياكشن لحلقه البنزين، يا اما يحصل رياكشن لمجموعه الالكايل الموجوده في حلقه البنزين. طيب مجموعه الالكايل ديت عندي يحصل لها تو رياكشن، يا اما اوكسيديشن يا اما ريدكشن، وعن طريق الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هو في بدايه الفيديو يعني. طيب وحلقه البنزين عن طريق 3 رياكشن، النيتريشن، السلفونيشن، الهالوجينيشن، وعرفنا اللي احنا ازاي ممكن نكون كذا مركب من المركبات ديت. وعرفنا الهالوجينيشن ديت ممكن تحصل عن طريق حاجتين، يا اما يحصل فري راديكال سبستيتيوشن، يا اما يحصل اس ان اي اس اي اللي هو الالكتروفيليك سبستيتيوشن. الالكتروفيليك سبستيتيوشن على حسب ايه؟ على حسب الريجنت. لو هي فري راديكال اللي هي الحاجات بتاعت الفري راديكال، لو هي لويس اسيد وعلى طول الهالوجين بتاعي، ساعتها هيحصل لها الالكتروفيليك سبستيتيوشن. تمام كده احنا خلصنا الالكايل اراين، الالكايل بنزين بكل ما فيها. دلوقتي هنخش على حاجه جديده اسمها اسمها الالكينايل. الالكينايل شايفين بتك ازاي عليها؟ الالكينايل ني عشان هتفتكروا انها على طول فيها دبل بوند، يعني حلقه بنزين بدل ما ماسكه في حلقه ار، لا ماسكه في سي كده، كانها حلقه بنزين مع الكين والتانية حلقه بنزين مع الكين. خلاص يبقى هنا التانية دي حلقه بنزين ماسكه مع الكين، ودي حلقه بنزين ماسكه مع الكين. حلقه بنزين ماسكه مع الكين بنحضرها بثلاث طرق. احنا عندنا مركب زي كده مثلا اسمه ستيرين. اوكي ستيرين. اوكي المركب دوت بيبقى عباره عن الكين ماسك في حلقه بنزين. طب البريباريشن عبيطه جدا، هنجيب مجموعه بنزين ماسكه في الكان وهنحضرها عن طريق اما نحذف ماينس، يعني كلها دي زي ما كنا بنحضر، فاكرين كنا بنحضر الكين من الكان، كنا بنحضرها ازاي؟ اما نحذف H2، اما نحذف H2O، اما نحذف HX اللي هو الهالوجين هالايت. اوكي يبقى دي هيدروجينيشن، يعني دي هيدروجينيشن ماينس H2 بسيطه وعبيطه، نحط زنك اوكسيد وفي درجه حراره 600. طيب لو هنحذف دي هيدريشن يعني اضافه حسب ميه، يا اما هنحذف ودي بنحذفها ازاي؟ عن طريق نحط زنك كلورايد في وجود حراره. طب لما نحذف بقى الاتش اكس ديت، عن طريق اللي احنا نحط الكحوليك في وجود KOH. اوكي يبقى دي 3 طرق بتاعتي هيكون لك في الاخر الكومباوند اللي عندي ديت عشان يعمل دبل بوند وهكذا. تمام يبقى دي هيدروجينيشن، دي هالوجينيشن، دي دي هيدروجينيشن، دي هيدروجينيشن، دي هالوجينيشن، كله ها. اوكي طيب دلوقتي بعد ما كده خلصنا البريبريشن هنخش على الرياكشن بتاعها. عندي 2 رياكشن من التفاعلات ليها هيحصل لي عن طريق تفاعلين، يا اما ايونيك اديشن، احنا عارفين ان عندها دبل بوند فايونيك اديشن، يا اما فري راديكال اديشن. ماشي فري راديكال ايه اديشن اللي هي ار اكس مثلا اتش ار بي ار وهكذا. اوكي يا اما ده يا اما ده، هنعرفها ازاي دلوقتي؟ لو هنعمل ايونيك سهله جدا، احنا عارفين اللي هي حلقه بنزين ماسكه في الكين، حلقه بنزين ماسكه في حلقه بنزين. يبقى هنا كده سوري دي من غير كده انا سي اتش 2، فهنقوم جايين مثلا ضايفين اتش 2 مثلا، هنضيف اتش بي ار، هنضيف اي مركب عندي هي واحده تبع مايكلوكوف او انتي مايكلوكوف على حسب الحاجه الموجوده عندي في الريجنت. يبقى دلوقتي هنقوم ضايفينها، واللهم صل عليك انا برد الصوت السلام. هنا دلوقتي لما نضيفها يقوم كون لي الحاجات ديت. اوكي الهالوجينيشن، الهيدروجينيشن، اوكسيديشن وهكذا. يبقى تفاعل الايونيك ده سهل وعبيط، احنا خدناه بالميكانيزم بكل ما حاجه فيها. طيب الفري راديكال اديشن لما يكون برضو في بيروكسيد ار او او ار اي حاجه بيروكسيد، حاجه اي حاجه، الحاجات الفري راديكال اللي احنا لسه قايلينها هتضاف انتي مارتيلكوف. الفرق بس فين بين الايونيك اديشن والفري راديكال اديشن؟ البوزيشن بتاع الحاجه. يعني انا دلوقتي اهو معايا حلقه بنزين مثلا ماسكه في سي اتش دبل بوند سي اتش 3،
مثلا انا دلوقتي عندي تو اوبشن زي ما احنا قلنا بالظبط فاكرين المره اللي فاتت، يا اما هحط هنا بيروكسايد في وجود مثلا اتش بي ار، يا اما هحط اتش بي ار على طول من غير بيروكسايد واي حاجه، فواحده هتخش انتي مارك وواحده هتخش ايه مارك، مارك لوكوف. اوكي، مين اللي هتخش مارك واني اللي هتخش انتي مارك؟ اللي هي هتكون فري راديكال اديشن دي هتبقى انتي، طب واللي هي اللي هيكون ايونيك العاديه دي هتبقى ايه مارك. يعني هنا دي هتقوم داخله في المارك، الاتش هتخش هنا والبي ار هتخش هنا. ليه؟ لان اللهم صل عليك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ريتش جيتش ريتش. اوكي، بلاش بلاش المركب دوت عشان ما نتعقدش. ماشي، احنا ممكن نكتب هنا ايه سي 2، ماشي سي اتش اي، يعني سي كومنديت سي اتش كده. اوكي، فالاتش هتخش على الاتش السي اللي معاه اتش اكتر، والاتش البي ار هتخش على السي اللي معاه اقل. طب البيروكسايد هتبقى العكس، البيروكسايد هتقوم داخله البيروكسايد الاتش هتخش هنا اوكي، والبي ار هتخش هنا، فاهمين العكس؟ تمام، اتمنى تكونوا فاهمين ان شاء الله باذن الرحمن. ودي ليها ثلاثة ميكانيزم احنا خدناها، الفري راديكال بروباجيشن ترمينيشن وهكذا. تمام، ده كل الحكايه ما كل ما فيها. يبقى انا دلوقتي عندي القاي الكين بنزين، يعني البنزين معاها حلقه الكين مع بنزين، حلقه بنزين معاها مجموعه الكين، يا اما احط بيروكسايد فساعتها تخش انتي مارك، ودي هيبقى فري راديكال سبستيتيو فري راديكال اديشن، والتملي الانتي مارك تبقى هنا بعيد عن الكربون اللي ماسكه في حاله البنزين. طب والمارك هتبقى جنب الكربون اللي ماسكه في حاله بنزين. اوكي، طيب والله ما صلى عليك النبي عليه الصلاه والسلام. نفس الكلام، حتى لو انا بصده بص، حتى كمان لو انا كنت كاتبه هنا سي اتش 3 مثلا، نفس المركب هو هيكون هي بالظبط. ليه؟ لان ديت هتكون هي تبع المارك لما تكون القريبه من حلقه البنزين افتكوه على طول، تملي مارك، والبعيد عن حلقه بنزين الكربون البعيد عن حلقه البنزين تبقى انتي مارك. تمام، ودلوقتي الليكتشر كلها خلصت الحمد لله، ليكتشر 4 خلصت. اعتقد ان انتوا ان شاء الله باذن الله هتحسوا انها سهله، مش محتاجه اي حاجه، كل اللي محتاجه بس ان انت تجيب مركب وتقعد ترسمها قدامك، تقعد تحل مع نفسك كده ان شاء الله باذن الرحمن وتعرف تحلوها. اللي عايز حاجه اكتبها لي في الكومنت تحت، يا ريت ما تنسوناش من صالح دعواتكم، لاني فعلا محتاجه الفتره ديت لكل دعوه، كل دعوه فيكم دعوه صالحه في جوف الليل في قيام الليل. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، ويصلح حالنا وما يحرمناش من حبايبنا باذن الرحمن. اتمنى اللي عايز حاجه يكتبها لي، وان شاء الله انا يعني تملي احاول اساعدكم باذن الرحمن بقدر الامكان، بس اللي انا طالبه منكم ان انتوا تدعوا لي في ظهر الغيب الدعاوى الصالحه والاهلي ولكل حبايبي باذن الرحمن. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، وما تنسوش تبعتوا الفيديو لكل اصحابكم، ما تنسوش تعملوا تشتركوا في القناه زي ما قلت لكم عشان يظهر لكم الشعار اول ما الفيديو ينزل. وربنا يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.